الرجال بحال بحال في العالم دوكو بحال بحال في العالم كله. اذا دابا طلعوا هاد الثنائيه تاع الرجل والمراه. اذا علاش الرجل والمراه كنختلفوا بين الدول؟ علاش الادوار اللي كنعطوا للرجل بالنسبة لهذا البرنامج التكويني؟ هو برنامج تكويني موجه للأعضاء ومنخرطين أطر مكتب فيدرالية جمعية أباء وأمهات تلاميذ بجهة مراكش أسفي. هذه الدورة التكوينية هي الثانية، كيتم الاشتغال بدرجة أولى في الدورة التكوينية لا الأولى ولا الثانية على تقريب ديال مفاهيم النوع الاجتماعي، مقاربة النوع الاجتماعي والآليات والوسائل والطريقة اللي يمكن من خلالها ندمجوا هاد المفاهيم وهاد الآليات داخل العمل داخل الفيدرالية من جهة، ومن جهة ثانية داخل المؤسسات التعليمية. بالنسبة لهذه الدورة التكوينية الحالية كيتم الاشتغال على برنامج عمل ديال الفيدرالية اللي غادي يكون قائم على محاربة العنف داخل المدارس التعليمية، بمعنى أنه الفيدرالية تتشتغل الآن مع، لأن الفيدرالية تتشكل من مجموعة من جمعيات آباء وأمهات أولياء التلاميذ، بطريقة ما غادي يتم الاشتغال داخل هذه المؤسسات التعليمية على المحاربة ديال العنف القائم على النوع. هذا المشروع تهدف بالخصوص إلى تمكين مجموعة الفاعلين للفاعلين المؤسساتيين مع المنخرطوا بشكل فعال وبحد شكل قوي في مجال ملاحظة العنف المبني على النوع الاجتماعي وأيضا العنف الجنسي بالخصوص، حيت هذه الظاهرات العنف الجنسي تتعرف مجموعة الطابوهات في الوسط المدرسي وأيضا لدى الفتيات اللي هما ضحايا العنف الجنسي. هذا المشروع عنده مجموعة الأهداف الاستراتيجية. الهدف الأول استراتيجي هو تشجيع والدفع بالخيارات الفاعلين الأساسيين. الهدف الاستراتيجي الثاني هو تمكين المكون الرئيسي اللي هو جمعية الآباء الفيدرالية، جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، أنهم يلعبوا الأدوار تاعهم الحقيقية من خلال تمكينهم تقوية قدراتهم في مجال مقاربة النوع، المساواة، فهم ظاهرة العنف بشكل جيد، وأيضا تطوير آليات وخطط عمل في مجال مرادة العنف بشكل مؤسس وفعال.